اللهم إن رمضان قد اقترب، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عبادك الذين تعتقهم من النار، اللهم املأنا بالرحمة واغمرنا بالرحمة، اللهم أعنا أن نتوب قبل أن يدخل رمضان، اللهم اجعله أفضل رمضان مر علينا منذ خلقتنا، اللهم أخرجنا منه تائبين، أخرجنا منه وأنت راض عنا، هب لنا من لدنك في شعبان عملا صالحا يرضيك عنا في رمضان.